الحكومة تلتزم بتجميد النظام الأساسي وإيقاف الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين. تابعوا معي الفيديو باش تفهموا أكثر. كما كتعرفوا اليوم دار واحد الاجتماع ما بين الحكومة والنقابات الأربعة، وفي الأخير قرار الحكومة بأنها غتقوم بتجميد النظام الأساسي وإيقاف الاقتطاعات من أجور الأساتذة المضربين. تجميد النظام الأساسي هو أنه غادي يوقفوا واحد الوقيتة، يعني توقيف مؤقت، ومن بعد أنه ممكن يرجعوا يخدموا به. ووعدت الحكومة أيضا بأنها غادي تقوم بتعديل هاد المقتضيات اللي ما عجباتش الأساتذة مع النقابات، وأنه غيداروا اجتماعات في كل أسبوع، جوج اجتماعات غادي يديروا كل سيمانة. وعدوا بأنه غادي يحلوا هاد الملفات قبل من 15 يناير، يعني من هنا 15 يناير غادي يبقاو يديروا جوج اجتماعات في الأسبوع. وهنا السؤال ديال معظم الناس منكم، بزاف الأولياء والتلاميذ غادي يسولوا، واش صافي هذا هو الحل؟ واش ما غاديش يبقاو الإضرابات؟ واش الأساتذة غيقوموا بتعليق الإضراب وغيرجعوا للدراسة؟ هنا الجواب هو لا للأسف، لأن الأساتذة حاليا ما راضيينش بهذا القرار الحكومة اليوم، لأن من المطالب الأساتذة هو تعديل النظام الأساسي أو إلغاؤه، وهذا التعديل نيت هو اللي كيطالبوا به الأساتذة. وكيقولوا بأن الاقتطاعات من أجرة الأساتذة ممكن ما يقطعوهاش هاد الشهر، ولكن ممكن يقطعوها الشهر الجاي. الى عقلتوا في 2019 كانت الوزاره وعدت الاساتذه انهم غيسحبوا الاقتطاعات والاجراءات التاديبيه اللي دارت الاساتذه، وفي الاخير ما سحباتش دوك الاقتطاعات وبقات كتقتطع في الاشهر القادمه. يعني نفس الامر، الاساتذه تيقول بانهم واعيين بهذا الشيء هذا، وتيقول بان الاضرابات غادي تستمر حتى تلبي الحكومه جميع المطالب ديال الاساتذه. يعني القرار ديال الحكومة اليوم كان هو تجميد النظام الأساسي وإيقاف الاقتطاعات بالنسبة لهذا الشهر، ولكن الإضرابات مستمرة حتى 15 يناير ويساليو الاجتماعات عاد نعرفوا القرار النهائي. للأسف الإضرابات باقيين، يعني وليداتنا مازالين ضايعين. أنه غادي يتم أولا التجميد ديال يعني النظام الأساسي ديال التعليم، باش ان شاء الله كذلك تكون فيه واحد امكانيه ديال التحسين ديال الدخل ديال العام، يعني الموظفين والموظفات اللي موجودين في القطاع ديال الطبيه ديال التعليم. قطاع كاين ولي صالي غادي يخرجوا من هنا يومين، ويعني من الصعب انه بالنسبه لهذيك الشهور الاولى اللي كانت نرجعوا على الاقتطاعات، ولكن اقترحنا عليهم انه يعني الاضرابات الكبيره هي هذه اللي جات من بعد اللي غادي تكون يعني في الشهر المقبل، انه يكون واحد الحوار ونقاش داخل يعني لا كوميسيون اللي غادي يشتغلوا باش يحاولوا ان شاء الله نخفوا من هذا الشيء ولا نتجاوزوه في المستقبل.